مع التعاون والتسامح مع جمعية سفراء السلام لكي نشتغل جميعا. دكتور المحترم المقتدر دكتور محمد خليفة رئيس مركز التغيير صناع التغيير والتنمية والتطوير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فليتفضل مشكورة لكي يوضحكم أسئلة. لكن أقول لكم وأزف لكم هذا الخبر لأن كلنا من أجل السلام اتفاقية التي ستبقى مفتوحة في وجه جميع المنظمات، جميع الجمعيات، جميع المراكز، كل من يحمل شعار السلام. نعتذر للتأخير والوقت المتأخر وضغط البرنامج، هذا إن دل على شيء فهذا يدل على أن العمل كان كبير جدا وضخم جدا يحتاج إلى عدة أيام وليس يومين فقط، لأنه أنا لاحظت أن الإرهاق الشديد، ورغم كل ذلك أصر الحضور أن يكون موجودين حتى الرمق الأخير. فأنا بشكر جميع الحاضرين باسم المنظمين حتى هذا الوقت، وإن شاء الله التنظيم القادم سيكون أكثر ألقاً ومتألق، لكن إن شاء الله سنكون أكثر تنظيماً، ونتشرف أن يكون اللقاء القادم وهو أحد التوصيات ضمن مخرجات هذا المؤتمر، سنسرب لكم إحدى التوصيات. إن شاء الله نتشرف أن يكون المؤتمر القادم في عاصمة المحبة والسلام، عاصمة الهاشميين في الأردن عمان. نتشرف بكم جميعاً. للدكتور المحترم، وهذا شرف عظيم لحامل رسالة السلام. الآن الأستاذ المحترم إسماعيل أبو حسين إسماعيل إبراهيم من مصر، ولكنه يقطن بالمغرب ويشتغل في بلده الثاني المملكة المغربية. الأستاذ الكريم دكتور محمد الروم على هذه الدعوة المباركة للسلام، وشكرا لصانعي التغيير والصلاة. الآن السيد المحترم المقتدر رئيس جمعية مبدعو التعاون والتنمية البشرية والفكرية. جمعية مبدعون في مراكش، يعني أي حاجة فيها الإبداع خاصة عند الطفل وعند المرأة، أي حاجة فيها الإبداع الجمعية ديالنا تنشجعها كما كان النوع ديالها. هذا من جهة. من جهة أخرى مدير لمركز إلياس بمدينة مراكش، وهذا المركز هو عبارة على أنه نعلم فيه واحد تقنية جديدة دخلت المغرب جديدة ودخلت الدول العربية الحمد لله، وهي تقنية تخفيف الألم، أي ألم في الجسم عن طريق اليد والرجل. وإن شاء الله بالشراكة مع إن شاء الله غادي نضمو واحد الدورة، ونضمو نتمنى نضمو واحد الدورة إن شاء الله، وكلكم راكم معروضين باش نعلمو، باش نعلمكم حاجة، يعني نوريكم الطريقة إذا كان فيكم شي ألم أنتوما ولا وليداتكم نياتكم، أي واحد عنده ألم في أي عضو في الجسم راه يمكن ليه يعالجو غير من اليد ومن الرجل بلا دواء، ونقولها ونتحداها بلا ميديكامون. ما تلقوش الدواء خايب،
دوازين، ولكن كاين بعض الحالات اللي كاين بعض الالم اللي ما كاينلاش الدواء. ضربني الضرسه، ضربني الراس، ضربني الالم الدوره الشهريه، ضربني الكتف، هذا ما كاينلاش ناخذ الدواء. اذا هذا ندخلوا بالتفاصيل ان شاء الله لما نتلاقاو في شي دوره ان شاء الله. مرحبا، وانا نشكر بزاف الدكتور كرومي على هذا الانتقاء. والشكر الخاص للاستاذه الهام اللي هي اللي صدرت لي الدعوه، والاستاذه الهام اللي ان شاء الله مراكش. شكرا، مرحبا بكم مراكش. شكرا للسيد الرئيس المحترم، ونرجو ان تدمجوا في علاجكم علاج التطرف والارهاب. نعم. يعني هنا جمعية الدار البيضاء للمغرب.